كنشكر السفارة المغربية في بلادنا واخا ما دخلناش ولكن راه ديما راجع الحمد لله العمرة كلها مزيانة الحمد لله غير بعض الناس بعضياتهم الحمد لله خير واحد السفير والناس الله يخليهم شكرا كيفاش 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 ما كتبش يعني دخلوا تفرجوا ماشي زعما شي حاجه اللي هي يعني الرياضه مره عليك مره خساره المره الجايه ان شاء الله تجيو تدخلوا وتفرجوا في الفرقه والله يوفقكم مرحبا بكم الله يشافي الله يشافي الله يشافي الله يشافي الوزاره يعني عطات صدرات التعديلات خاصه العنايه بالفريق والمشجعين كذلك ضمان امنه وسلامته الى غايه الرجوع الى ارض الوطن ان شاء الله. انتم الحمد لله كنتم دائما في المستوى وكنتم بواحد احسن تمثيل وبروح رياضيه دائما والسفاره المغربيه بتعليمات من السيد الوزير ان شاء الله تقام اشارتكم الى حين العوده الى ارض الوطن.